السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس آخر من دروس تعلم اللغة الإسبانية. معكم بدر العتابي، كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم المتواصل، ونتمنى تكونوا كتستافدوا معايا. درس اليوم إن شاء الله سنرى فيه الفرق بين بور إي بارا، الفرق بين بور إي بارا. هذا الدرس إن شاء الله غادي نقسموه لجوج الأجزاء. الجزء الأول غادي نشوفو فيه بور والاستعمالات ديالو، والجزء الثاني إن شاء الله غادي نشوفو فيه بارا وطرق الاستعمال ديالو. على بركة الله، بداية سنرى بور وأهم الاستعمالات ديالها. أولا، نستعمل بور للتعبير عن السبب أو الدافع. نستعمل بور للتعبير عن سبب أو دافع. مثلا، كاستيغارون النينيو بور منتير، كاستيغارون النينيو بور منتير، عاقبوا الولد بسبب كذبه، عاقبوا الولد بسبب كذبه. كيف ما كتشوفوا في هذا المثل، بور جات بسببي. مثال آخر، بينيموس أمارويكوس بور نوسترا فاميليا، بينيموس أمارويكوس بور نوسترا فاميليا، يعني جئنا للمغرب بسبب عائلتنا، جئنا للمغرب بسبب عائلتنا. fui al médico por la enfermedad، fui al médico por la enfermedad، يعني ذهبت إلى الطبيب بسبب المرض، ذهبت إلى الطبيب بسبب المرض. por جات هنا بسبب. ayer no viajé por el mal tiempo، ayer no viajé por el mal tiempo، يعني البارحة لم أسافر بسبب رداءة الجو، البارحة لم أسافر بسبب الجو السيء، يعني برجت هنا بسبب الجو السيء لم أسافر. مثل آخر وآخر، he llegado tarde por el tráfico، he llegado tarde por el tráfico، يعني وصلت متأخر بسبب الترافيكو. الترافيكو هما وسائل النقل، وسائل النقل. قلنا هذا أول استعمال نستعمل فيه بور. الاستعمال الثاني، عبر بور، عبر. مثلا، el ladrón entró por la ventana، el ladrón entró por la ventana، يعني السارق دخل عبر النافذة، السارق دخل عبر النافذة. por جاتنا عبر. مثال آخر، pasa este autobús por Madrid، pasa este autobús por مدريد، تمر هذه الحافلة عبر مدريد، تمر هذه الحافلة عبر مدريد. برجت هنا عبر. مثال آخر، esta tarde pasaré por tu casa، esta tarde pasaré por tu casa، يعني هذا المساء سأمر عبر منزلك، هذا المساء سأمر عبر منزلك. nos gusta pasear por el bosque، nos gusta pasear por el bosque، نحب التنزه عبر الغابة، نحب التنزه عبر الغابة. هذا هو الاستعمال الثاني، جاتنا عبر. نشوفوا الاستعمال الثالث. الاستعمال الثالث، نستخدم
بور لتحديد الوقت. نستخدم بور تحديد الوقت. مثلا بور لا مانيانا نورمالمنتي تومو un café puro. Por la mañana normalmente tomo un café puro. يعني por la mañana. في الصباح عادة كناخد قهوة puro يعني بدون حليب. واضح؟ por la mañana حددنا بها الوقت. مثال آخر voy a jugar al fútbol tres veces por semana. Voy a jugar al fútbol tres veces por semana. ألعب كرة القدم ثلاث مرات في الأسبوع. ألعب كرة القدم ثلاث مرات في الأسبوع. Voy a teatro una vez por semana. Voy a teatro una vez por semana. أذهب إلى المسرح مرة واحدة في الأسبوع. أذهب إلى المسرح مرة واحدة في الأسبوع. Mañana por la mañana iré al médico. Mañana por la mañana iré al médico. غدا صباحا سأذهب إلى الطبيب. غدا صباحا سأذهب إلى الطبيب. كيف ما لاحظتوا في هذه الأمثلة؟ por la mañana, por la tarde, por la noche, por semana, por día. كنحدد بها الوقت. واضح؟ الاستعمال الرابع. por كتجي مثل من طرف. تأتي مثل من طرف. مثلا este cuadro fue dibujado por Picasso. Este cuadro fue dibujado por Picasso. يعني هذه اللوحة رسمت من طرف بيكاسو. هذه اللوحة رسمت من طرف por هي من طرف بيكاسو. بيكاسو رسام. مثال آخر la comida fue preparada por Fatima. La comida fue preparada por Fatima. يعني الأكل تهيأ من طرف فاطمة. الأكل تهيأ من طرف فاطمة. يعني الأكل وجد من طرف فاطمة. مثال آخر El coche está reparado por el mecánico. El coche está reparado por الميكانيكو. يعني السيارة صلحت من طرف الميكانيك. السيارة صلحت أو أصلحت من طرف بور من طرف الميكانيكو اللي هو الميكانيك. استعمال آخر. استعمال آخر بور تأتي مثل بواسطة. بواسطة مثلا me ha llamado por teléfono. Me ha llamado por teléfono. اتصل بي بواسطة الهاتف. اتصل بي بواسطة الهاتف. Hoy hemos viajado por coche. Hoy hemos viajado por coche. اليوم سافرنا بواسطة السيارة. اليوم سافرنا بواسطة السيارة. Ayer fui al colegio por bicicleta. Ayer fui al colegio por bicicleta. يعني البارحة ذهبت إلى المدرسة بواسطة الدراجة. البارحة ذهبت إلى المدرسة بواسطة الدراجة. Mandarme el informe por correo. Mandarme el informe por correo. ابعث لي التقرير بواسطة correo. استعمال آخر تأتي مثل
عوضة، عوضة. بور تأتي مثل عوضة، مثلا boy a cambiar el zumo por café. Boy a cambiar el zumo por café، يعني سأغير السمو بقهوة. سأغير السمو بقهوة، يعني غادي نغير السمو بقهوة. عوض السمو غادي نجيب قهوة. واضح؟ مثال آخر، voy a cambiar la camisa roja por otra blanca. Voy a cambiar la camisa roja por otra blanca، يعني سأغير القميص الأحمر يعني قميص آخر أبيض. سأغير القميص الأحمر بقميص آخر أبيض، يعني بور هنا كتجينا عوضة. سأخذ هذه عوضة هذه، سأذهب إلى هذا المكان عوضة هذا المكان. مفهوم؟ الآن غادي نشوفوا آخر استعمال نقدروا نستعملوا فيه بور، والآن غادي نشوفوا آخر استعمال يمكن نستعملوا فيه بور، وتأتي للتعبير عن السعر. بور نستعملها كذلك للتعبير عن السعر، مثلا he comprado el teléfono por 100 euros. He comprado el teléfono por 100 euros. اشتريت الهاتف ب 100 اورو. اشتريت الهاتف ب 100 اورو. هنا بور كنستعملوها عندما نريد التحدث عن الثمن. بور 100 euros. مثال اخر، hemos vendido nuestro coche por 4000 euros. Hemos vendido nuestro coche por 4000 euros. بعنا سيارتنا، السيارة ديالنا ب 4000 اورو. بعنا السيارة ديالنا ب 4000 اورو. واضح؟ هادو اللي شفنا اهم الاستعمالات اللي كنستعملوا فيهم بور. الان سنرى بارا واهم الاستعمالات ديالها. اولا نستعمل بارا لتوضيح الغايه. مثلا tienes que organizar tiempo para aprender el español. Tienes que organizar tiempo para aprender el español. يعني يجب عليك تنظيم الوقت لكي تتعلم اللغة الإسبانية. يجب عليك تنظيم الوقت لتتعلم اللغة الإسبانية. يعني ما هي الغاية من تنظيم الوقت؟ هي تعلم اللغة الإسبانية. يعني شنو الغاية من تنظيم الوقت؟ هو نتعلم اللغة الإسبانية. مثال آخر، este ordenador es para trabajar no para jugar. Este ordenador es para trabajar, no para jugar. هذا الحاسوب للعمل، أو للغاية منه العمل وليس اللعب. هذا الحاسوب الغاية منه هو العمل وليس اللعب. معلومة مهمة، para دائما الفعل اللي كيأتي موراها كيكون ما مصرفش. بارا دائما الفعل اللي موراها كيكون في الانفينيتيف. كيف ما لاحظتوا في هذا المثال هذا، بارا ترابخار لكي يعمل او للعمل، بارا ابريندير بارا خوغار. واضح؟ مثال اخر، اوتيليثو مي كوتشي بارا بياخار. اوتيليثو مي كوتشي para viajar. استعمل سيارتي لكي اسافر. استعمل سيارتي لكي اسافر. يعني شنو هي الغايه من استعمال ديال السياره؟ هو السفر. مثال اخر، ella trabaja para ganar dinero. ella trabaja para ganar dinero.
هي تعمل لكي تربح أو لكي تجني الأموال. هي تعمل لكي تربح الأموال، يعني ما الهدف من العمل؟ هو ربح المال. واضح الغاية؟ مثال آخر: يو أغو كورسوس دي إسبانيول para ayudar gente. Yo hago cursos de español para ayudar gente. يعني أنا أقوم بدروس اللغة الإسبانية لكي أساعد الناس. أنا أقوم بدروس اللغة الإسبانية لمساعدة الناس. يعني ما هو الهدف من عمل دروس إسبانية أو لشنو هي الغاية منهم؟ هي مساعدة الناس. جيبو غافاس para ver mejor. جيبو غافاس para ver mejor. استعملوا النظارات لكي أرى جيدا. استعملوا النظارات أو أحملوا النظارات لكي أرى أحسن. بالإضافة الغاية نستعمل بارا لتحديد الوجهة. لتحديد الوجهة، مثلا سالغو بارا تانخر إل سابادو. سالغو بارا تانخر إل سابادو، يعني سأخرج باتجاه طنجة السبت. سأخرج باتجاه طنجة السبت. Voy para Madrid. Voy para Madrid. أنا ذاهب باتجاه مدريد. أنا ذاهب باتجاه مدريد. Este tren va para Barcelona, no para Málaga. Este tren va para Barcelona, no para Málaga. هذا القطار متجه إلى برشلونة وليس مالاغا. هذا القطار متجه إلى برشلونة وليس مالاغا. Vamos para el centro. Vamos para el centro. هيا باتجاه السنترو، اللي هي المدينة. هيا باتجاه السنترو. واضح؟ نشوفوا استعمال آخر. Para نستعملها لتحديد المتلقي. بارا نستعملها أو لكن نستعملها باش كنحدو المتلقي، الشخص اللي كيتلقى. حنا نعطيو أمثلة باش نفهمو. مثلا Este regalo es para ti. Este regalo es para ti. هذا أو هذه الهدية لأجلك أو لك. واضح؟ Este regalo es para ti. لمن؟ شكون اللي غادي يتلقى هذيك الهدية؟ أنت. Es para ti. مثال آخر: Llevamos estos juguetes para el hogar de niños. Llevamos estos juguetes para el hogar de niños. يعني نحمل هذه الألعاب لمنزل الأطفال. نحمل هذه الألعاب لمنزل الأطفال. يعني شكون المتلقي هنا؟ هم الأطفال. Este ropa es para أحمد. Este ropa es para أحمد. هذه الملابس لأحمد. هذه الملابس لأحمد. يعني شكون هو اللي غادي يتلقاها؟ أحمد. استعمال آخر: نستعمل para لتحديد المهلة أو فترة محددة. نستعمل para لتحديد المهلة أو فترة محددة. El trabajo tiene que estar terminado para mañana. El trabajo tiene que estar terminado para mañana. العمل يجب أن يكون منتهيا غدا. العمل يجب أن يكون منتهيا غدا. Esta tarea es para mañana. Esta tarea es para mañana.
هذه المهمة للغد، هذه المهمة للغد. Necesito el informe para el miércoles. Necesito el informe para el miércoles. أحتاج التقرير للأربعاء. يعني محتاج التقرير لنهار الأربعاء. هنا نهار محدد أو فترة محددة. واضح؟ وآخر استعمال يمكن تستعملوا فيه para للتعبير عن الرأي، للتعبير عن الرأي. مثلا para mí que este chico está loco. Para mí que este chico está loco. بالنسبة لي هذا الولد أحمق. بالنسبة لي هذا الولد أحمق. Para mí este tema es complicado. Para mí este tema es complicado. بالنسبة لي هذه التيمة أو هذا الموضوع هو معقد. Complicado هو معقد. Para mí jugar con mis hijos es lo más importante. Para mí jugar con mis hijos es lo más importante. بالنسبة لي اللعب مع أبنائي هو المهم. بالنسبة لي اللعب مع أبنائي هو المهم. Para ti aprender otro idioma es muy entretenido. Para ti aprender otro idioma es muy entretenido. يعني بالنسبة لك تعلم لغة أخرى هو أمر ممتع جدا. بالنسبة لك تعلم لغة أخرى هو مفيد جدا أو مسلي جدا أو ممتع جدا. لاحظتوا في هذه الأمثلة هذو اللي شفنا para mí, para ti بالنسبة لي بالنسبة لك. وهذا آخر استعمال يمكن نستعمله فيه para. إلى هنا كنكون قد نهيت الدرس ديال اليوم. نتمنى لكم التوفيق والتيسير. درس إن شاء الله القادم غادي نشوفوا فيه البربو سابير والبربو كونوثير. البربو سابير والبربو كونوثير هاد الأفعال تقريبا كيتشابهوا. إن شاء الله غادي نشوفوا الطرق الاستعمال ديالها. صلوا لي فراسكم بزاف. إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.